deryasından bir küçük düşle çıktım. Hidayette anladım, gördüm düş değilmiş. Ben bir cahil Ademken yolum düştü çöllere. Kul hakkı ne bilmezdim, içtiğim su seninmiş. Tövbe, tövbe. Kul hakkı kalmasın üstümde, hakkını helal et. Ben tövbe ettim günahlarımda, hakkını helal et. نصرت خلاهن أماني برقبتك. لا تترك عمر وياسمين لحال. ما عادت عرفت الصح من الغلط. الزلمة صاحب دين وبيروح على الخمارة، وفوق كل هاد متجوز تنتين، بس في وحدة منهم ضلت بلا بيت. بعدين ليش لا يوثق فيني؟ أنا ما عم أفهم شي. طيب مراد، بكرة بيكون يوم عطلتي، إذا بدك منروح أنا وياك لعند مرته، لأنه بجوز تكون خجلت وما حكيت. عن جد بدك تروحي معي؟ بدي روح، لأنه الظاهر ما رح تقدر تحل المشكلة لحالك. سيدي؟ خير بابا، شوفي كنت رايح على البيت، قلت لحالي بمر وباخذك معي. جيت بوقتي، يعني عصفورين بحجر واحد. اهلا وسهلا فيك سيدي. بنتي روحي انتي، خلصي شغلك، في كلمتين بدي احكيهم انا وهالشاب لحالنا. مروة استني شوي. لشو؟ شو صاير لاصبعتي؟ ولا شي، ما في شي مهم. يلا عن اذنك هلا. عود مراد، خلينا نحكي. حلوة القعدة هون. هاي الكاسة تبع مروة؟ ايه سيدي. معناتها رح اشربها. ايه هات لشوف شو الاخبار. يعني شو بدك يعني قلك؟ انت بتعرف منيح الموضوع كله. اذا بدك فيك ترفض، واذا بدك قول تعال عنا انت وامك. ايه طول بالك على مهلك علينا، الشغلة مالها بهالسهولة. بعدين كيف ما كان نحن في بيناتنا ماضي، والشي الأكيد إنه هالماضي مستحيل ينمحى بمحاي. أنا عم حاول أعمل أي شي لحتى أمحي، بس لهلأ ما زبطت معي. أنا ماني مبسوط بماضي، بس أنا عم حاول صلحه. بعرف إني ما بليق ببنتك، لو كنت مكانك مستحيل أقعد مع واحد مثلي، بس ما دامك قعدت أعطيني فرصة لكان. يعني سيدي شوف ابني، هلأ أكيد أنا بدي أعطيك فرصة، إيه بس أنت كمان لازم تعطيني وقت، لأنه الصراحة أنا خايف أنك تتراجع عن توبتك. ما بدي كذب عليك، بس ماني قدران أنسى الماضي تبعك بهالسرعة، لأنه بسبب طبيعة شغلي كتير مرق على راسي عالم، لهيك ما رح استغرب من شي. بس إذا بتزعل مروة أو بتدخلها بشي مشكلة، ساعتها مو بس رح تندم، يعني حتى أنا ما عاد وقف معك بهالقصص. وإذا عرفت إنها راحت بدون ما يكون عندي علم، ما راح حاسبها إلها. راح فرجيك منيح مين عاصي.
مرتي اطلعي فيني شوي. هاد انت؟ يلا عم استناكي، امشي معي. منروح بس شو بده يصير بياسمين وعمر؟ لا تخافي انت، تعي وخليهم هنيك، مراد رح يسلمهم لناس يحافظوا عليهم. أمي ما عندنا خبز؟ على الأغلب لا، رح أطلع أشتري. إيه ماشي، لبين ما ترجعي بكون عملت الشاي. بنتي تعرفي شفت أبوكي بالمنام كان كتير مبسوط. وليش ما يكون مبسوط؟ نحن اللي بعد كام يوم رح نصير بالشارع مو هو. ياسمين لا تحكي هيك، أبوكي قال لي. أمي بترجاكي سكري على هالموضوع، لا تصيري تحكي مثله. ست جدة شو حكى معك؟ ولا شي، طلب مني إني روح معه، ما بعرف لوين. خير إن شاء الله. إذا عرف أبوكي رح يخرب بيتي. لا تخاف ما رح يعرف، أنت طول بالك. طيب خلينا نشوف. لا تخاف عمو مراد، إذا أنا ما حكيت ما رح يعرف بنوب. أساساً أنا مو خايف من حدا غيرك أنت. مراد شوف هاي مرته لنصرت. لوين رايحة؟ لازم خبي مصاري جوزة، لأنه إذا حست بنته إنه معي ما رح تتركني بحالي. يلا شو عم تستني؟ جاي لعندك نصرت. أمي بالأول راح أبي وبعدين البيت وهلأ أمي. قبل ما تموت بشوي كانت عم تقلي إنه شافت أبي، قال بده إياها إنه تروح معه. الظاهر ما كفى كل اللي ضيعه لما كان عايش، مشان هيك ما حب إنه يتركني ارتاح حتى بعد ما مات. الموت بيعذب العايشين بس ما بيعذب اللي ماتوا، واللي إيده بالنار مو مثل اللي إيده بالمي، بس كمان الموت بيعطي فرصة للعايشين مشان يفكروا بالحياة اللي قدامهم. أصلاً أبي ما إله أي ذنب، كل شي كان بحياتي ضاع وحاسة إنه ما عاد إلى أي طعمة. لا تؤاخذيني تقلت عليك. خلصت ورق الدفن، ما عاد نلحق الظهر بس منلحق صلاة العصر إن شاء الله. شكراً كتير، لولاك ما كنت رح أعرف شو بدي أعمل، لأنه كل شي صار معي بنفس الوقت حتى ما قدرت أتصل بحدا. أنتي لازم ترتاحي كم يوم، إذا لزمك أي شي نحن موجودين. صحيح، أنتوا من وين بتعرفوا لأبي؟ لأني ما شفتكم من قبل. نحنا صار بيناتنا قصة صغيرة من زمان كتير، سبحان الله كيف بتدور الأيام. طيب نحنا عنا مشوار ضروري رح نرجع بعد شي ساعة. طيب خلوا رأفت عنا، ما بدي عمر يبقى لحاله. ماشي. انتي لساتك مصرة؟ طبعا مراد، الزلمة كاتب لك بوصيته انه لو شو ما صار لازم تعطي المصاري للعنوان اللي كتب لك يا عم، تفهم علي؟ لو انا هلا بكون رح عمو مراد ما بعرف، بس كان في معه كتير مصاري بالسيارة، جدك طلب منهم يعطيهم لواحد. شو عم تقول؟ مصاري مين هدول؟ ما فيني اقول لانه انتي لازم ما تعرفي. شو عم تعمل هاي؟ وين المصاري؟ معك ما؟ العمى شو اني غبية؟ كل هالشي اللي كنت عم تعمله مشان تاخد مصاري ابي؟
لحظة اسمعيني. ما بدي اسمع منك شيء ابدا. وين المصاري؟ جاوبني بسرعة. ست ياسمين، الموضوع مو مثل ما انك مفكرة. ست ياسمين استني. شوفي اصلا انا ما بعرف عن شو عم تحكي، بس انا ما بدي مصاري ابوكي. انا بس بدي نفذ الوصية اللي كتبها قبل ما يموت. وين المصاري؟ جاوبني. لا تؤاخذيني، المصاري للعم نصرت ورح اعمل مثل ما طلب. ما رح انسى لك هالشي ابدا. يلا امشي حبيبي. عمالة اللي لازم تعمل. أنا ومروة رايحين نحل المشكلة هي وبعدين بنرجع، اتفقنا؟ لا، نحن ما اتفقنا، لأني خربت لك شغلك ما عم أقدر أطلب شيء. يلا لشوف. طيب، إذا بدك لا تقولي وين كنتوا، بس قولي لوين بدكم تروحوا. اسمعيني منيح، أبوكي كتير زعلان عليكي. ليش أنت عم تحكي مع أبوها شيء؟ أنت شو دخلك؟ ما عم تتقوى غير علي؟ إذا رجال، روح احكي هيك مع أبوها. خير أخي، شو في؟ والله في شكوى ضدكم، لازم تجوا معنا على المخفر فورا. ليش شو في؟ للأسف مروة وأنت كمان. تفضل. تفضل. الأعمى قال بده عين، أم الله عطاه تنتين. شوف يا ابني، هاي البنت عم تقول انه هدول مصاري كانوا لابوها، وانت عم تقول بتعرف بس ما فيك تعطيها اياه. فهمني شو صاير قبل ما فش كل قهري فيه. العم نصرت، يعني ابوها لياسمين، كتب لي وصيه قبل ما يموت، وكتب فيها كمان لوين وصل المصاري، حتى انه بعد ما مات عطيتهم لمرته بس هي ما رضيت. استغفر الله يا مراد، هالمصاري كلها لوين بدها تروح؟ والله رح تجنني. اسمعني يا مراد، مو بس نحن كنا العيلة تبع نصرت، أنا بكون مرته الثانية. مراد ما عم يكذب بابا، إذا بدك شوف الورقة اللي بإيدك. تفضلي. والله يا ست ياسمين، يعني لا تواخذيني بس ما بيطلع بإيدي أي شيء. الوصية واضحة، وبما أنه ما عندك أي شيء رسمي يثبت أنه المصاري إليك، ما فينا نعمل شيء بالمرة. بس أنت طولي بالي، إذا صار أي تطور بالقضية رح خبرك فورا. أنا ما قلت لك مبارح أنه ما تدخل بنتي بمشاكلك؟ لو كنا بغير مكان، بس إلا ما نتواجه ما راح تمر هالقصة هيك. مروة، انتي خليكي هون عندي، راح تعدي لحتى يخلص الدوام. بس يا بابا. لا تحكي ولا كلمة، أحسن ما تقضي يومك بالنظارة. يلا لشوف، يلا لجوا. أنسي ياسمين لو سمحتي شوي. كل شي كان مشان تاخد المصاري؟ كل وقفتك جنبنا ومساعدتك لإلنا، هذا كله منشان تاخد مصاري أبي واللي هنن هالكام قرش اللي بقيولنا منه؟ أنسي ياسمين، بكفي، خلصني بقى، بكفي. أبوكي كان متجوز وحدة تانية وطلب مني إني وصل للمصاري لإلها. مفكر إني ما بعرف هالقصة؟ مفكر إنه أنا زعلانة من أبي بس منشان المصاري؟ لا تواخذني، بس أنت مو فهمان شي أبدا ولا شي. يلا روح على عنوان وشوفها لمرته التانية، شوف أبي كرمال مين أهملنا كل هالسنين.
يعطيك العافية. أهلا. أنا عم دور على هذا العنوان، على الأغلب هون، ممكن تشوفه؟ طبعا مزبوط. أنت مين بدك؟ بصراحة ما بعرف، في شخص اسمه نصرت أيدن قال لي أنه يجي لهون. الأخ نصرت ضيق. أستاذ في عندي شخص هون من طرف الأخ نصرت. ماشي أستاذ، تفضل عم يستنوك. شكرا. الظاهر أنه مرته الثانية آنسة. أهلا وسهلا، نصرت بعتك ما هيك؟ إيه مزبوط. الاسم الكريم؟ مراد. تفضل سيد مراد، فوت لجوا. يا سيدي شكرا لك، عذبناكم معنا. لا أبدا استغفر الله، بس لا تواخذوني لأنه القصة فايت ببعضها. صدقوني كنت رح أعطي هالمصاري لمرته للأخ نصرت، يعني مرته وبنته، بس طلع عنده عائلة تانية. مزبوط، العم نصرت كان يقول أنا تجوزت من هون واللي بالبيت هنن عائلتي التانية. أكيد عم بيقول له نفس الشيء، بس ليش ما إجا معه؟ يعني بالعادة ما بيبعت حدا. أنتو ما بتعرفوا؟ شو؟ العم نصرت أعطاكن عمره مبارح. كان معه سرطان، حتى مرته توفت اليوم كمان. طيب ليش ما حدا خبرنا بهالشي من قبل؟ أنا صدقوني لهلأ ماني فهمان شي. أخي أنت شو بتقربه؟ ما بقربه، رحت أطلب منه يسامحني بحقه مشان قصة قديمة. وبعدين بدك تطلب السماح؟ يعني هذا أنت؟ العم نصرت حكالكن عني شي؟ لا، بس أنا بعرف لأني كنت وقتها هنيك. لك شو عم تعمل أنت وياه؟ يا ولد تعال هون، لا تهرب، ارجع ولا تهرب على الفاضي. لك رجع، انت فوت لجوا لشوف. ابني شو اسمك حبيبي؟ صالح. على فكرة اسمك كتير معناه حلو. ابني صالح، خلينا نتفق أنا وياك من هلأ وطالع ما رح تاخد شي من دون إذن، عم تفهم؟ وأي شي بدك يا بتقلي عليه ماشي؟ أنا بجيب لك يا براسي. شو قلت؟ ومن بعد هداك اليوم ما تركني العم نصرت أبدا، وقف جنبي وتعرف على عائلتي ودرسني وصرف علي، حتى قراية القرآن والصلاة هو اللي علمني إياهم من أول ما عرفني. لازم الكل يعرف، خبر جماعتنا مشان نروح نزورهم. حاضر أستاذ. شكرا سنان. خير يا ابني؟ رح أخذ رأفت وروح، أنا عملت غلط ولازم صلحه. رأفت يلا. لوين بدنا نروح عمو مراد؟ يلا تعال شوف. مروة أبوكي عنده خبر؟ إذا ما قلت له ما رح يعرف. شو صار معك؟ خليها لالله، أنا فهمت كل شي بالغلط، بس هالشي مو ذنبي أبدا. عمو مراد أحكي بعدين، ما سمعت شو قالت خالة مروة؟ أبوها رح يمسكنا. طلع لشوف يلا. يلا. ليش ما سألتي هلأ لوين رايحين؟ لما بيكون كتير معصب ما بسترجي، بخاف. وينو هاد؟ مين قصدك؟ مين يعني؟ أكيد قصدي مراد. خبريني مروة كانت هون شي؟ لا تسألني سيدي،
من زمان كنت عم حاول فهمك هالشي. بنتك فاتت بطريق مو خلصنا، اختصري وخبريني لشوف. احكي بسرعة لوين راحوا. لو كنت بعرف ما كنت شفتني واقفة هون. والله إذا بمسكوا المراد لقتلوا راح أخنقوا بيدي هدول. صرت 100 مرة أقول له إنه لا تدخل بنتي بالمشاكل. امشي. مراد بالله اهدى شوي. خير شو بدك لسه؟ بدي احكي كلمتين. يلا عمار خلينا نلعب. شوفي، شفت الناس اللي أبي كان عم يقول عليهم إنه عيلته التانية؟ إيه شفتهم. بس أنت شفتيهم شي؟ توقعت تكوني ما شفتيهم، لأنك لو بتعرفيهم ما كنتي خبصتي بالحكي عليهم. مراد، هدول الناس أول ما عرفوا إنه العم نصرت مات صار يبكوا عليه من قلبهم، مو مثلك. أنا ما بعرف كيف أنت بتشوفي لأبوكي، بس هدول الناس اللي شفتهم بيحبوا أبوكي مثل أبوهم إذا مو أكتر. لما حكيت معك فهمت انه هو ما خرج ابنه بيتحمل مسؤولية، بس المسكين طلع صاحب دين وطول الوقت كان عم بيساعد الفقرة. بعرف ابي كان صاحب دين وعلى طول كان بيتصدق وبيساعد الناس المحتاجين، بس ما عدا عيلته كان دائما هاملنا. اصلا اجت بيعت البيت اكبر دليل على هالشي هاد. ليك هي انا وابني ضلينا لحالنا. اللي لشوف بتعرف ليش هالشخص المنيح نصرت ما فكر بحالتنا؟ وكان يقول إنه اشتغل بأكتر تجارة بتربح. طيب إذا هيك ليش ما بيقلنا شي أبدا؟ مستحيل يكون هيك إنسان ما فكر فيكن. لا مو مستحيل. هلأ يا ريت تتركنا بحالنا أنا وابني لو سمحت. كان في 3 رجال سنن كانوا كبار كثير مو مثلنا، صالح وداود وسنان. صالح كان في عنده 827 ولد وبنت، سنان مصاري ما بتخلص ابدا. داود كان عنده كتاب كبير كثير كثير، اول ما يفتحوا كانوا كل الموجودين يسكتوا، وجده كانوا بيعرفهم كلياتهم، كانوا كثير كثير بيحبوني. شفت بعينك الشغلات اللي أبي كان عم بيعلمها لحفيده؟ يلا رأفت نحن رايحين. يعطيكم العافية. تفضلوا. نحنا ما تعرفنا على بعض من قبل، بس اجينا نعزيكم بالمرحوم. العم نصرت ما حسسنا ابدا انه مريض، اصلا بحياته ما حسسنا بهمومه. هو بعتلنا هدول عن طريق السيد مراد، بصراحه كان حابب يتبرع فيهم للطلاب والفقرة، بس نحنا ما فينا نقبل. انتوا هلا جايين من المدرسه؟ روحوا انقلعوا من وشي، انا ما بدي مصاريكم، ماني بحاجتكم. بكفي بقى، خلصنا اطلعوا من حياتي. يا مدام عم قلكن روحوا من هون. طيب مثل ما بدك، بس إذا احتجتي أي شيء صدقيني رح نعمل كل شيء مشانك. حضرتك بتعرفي المدرسة ما؟ أنا اسمي صالح وهدول رفقاتي داود وسنان. ابني وقف. عمر شبك؟ وقف.
اهدى حبيبي. كنت بدي اشوفهم بس ما لحقت. بسيطة حبيبي، هلأ جدك كان يحكي لك عنهم كتير؟ ايه، حتى جدك كان يحكي لي عنك انت كمان. عني انا؟ شو رح تعمل؟ شو بعرفني؟ إلا ما لقينا شي حل. يا رب بترجاك لا تعطينا عمر أكتر من عمر الرسول يا رب. ليش عم تدعي هيك؟ إذا صار لك شي شو رح نعمل نحنا؟ مين اللي رح يدير باله علينا؟ لا تخافي يا مرة، بما أنه عم ندير بالنا على أولاد الناس إن شاء الله الناس ما رح يتركوا أولادنا. أصلاً حتى بنتي ما عم أقدر أثر عليها، بس أنت رح تشوفي كيف إنه الله رح يبعث لبنت العنيد اللي بتشبهني واحد يقدر يفهمها كلامي. صالح ورفقاته ما رح يمشي حالهم معه، بس الله إلا ما يبعث حدا قبل ما موت يقدر يتحملها لبنتي ويتحمل عنادها. رح تشوفي. بعدين انت اجيت لعنا وجدي بوقتها صار يطلع بستي ويضحكوا، بس انا بوقتها ما خبرتها لماما لانه رح تزعل مني وبتزعل من جدة كمان. يا الله، حتى واحد مثلي عم بتخليه ينفع الناس ويساعدهم، عم تطلع من واحد مثلي شغلات ما حدا بيتوقعها. انت القادر على كل شيء يا رب. يا رب البقية بحياتكم يا جماعة، لأنه الخير دائما بيكسب. مزبوط أستاذ. برافو. ليش مجتمعين هون؟ هالشباب والأولاد كلياتهم بشكل مباشر أو لا انتفعوا من العم نصرت، منهم اللي درسوا على حسابه ومنهم مين تغيرت كل حياته بعد ما عرفوا. قالوا لنا ما قدرنا نروح على جنازة العم نصرت، فقلنا منروح على جنازة مرته ومنعمل الواجب. أنا ما قدرت أمنعهم. بترجاك يا مراد احكي لنا مع بنته بس تسمح لنا نزوره. مراد، شو عم تعمل؟ تعي معي. امسكي له عمر. تعي يا ابني. لوين انت اخذني؟ لا حول ولا قوة الا بالله. قلتي لي انه ابوكي ما ترك لك بيت؟ شوفي شو ترك لك. طلعي على هالناس. صحيح انه انا ابي لما مات ترك لي بيت، بس انا كنت بتمنى انه لو ترك لي هيك ورثة بدال البيت وبدال اي شيء بهالدنيا. ما دامت لحدا. الله يرحمها يا رب. آمين. سووا صفوفكم واعتدلوا رحمكم الله. إن الصلاة لله والدعاء للميت. نويت صلاة الجنازة
نويت الصلاة مقتديا بالإمام. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. أنتم سامحين للمرحومة بحقكم؟ سامحناها. مسامحينا؟ سامحناها. مسامحينا؟ سامحناها. على روح المرحوم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. عمر وينك يا ابني؟ عمر حبيبي ليش ما عم ترد علي؟ عمر شو عم تعمل هون؟ انا ما رح اقول لك مشان ما تزعلي. ما رح ازعل وعد. ماما لما ما جد شفت اللي كان عنده جوا؟ وين؟ بالغرفة؟ لا لأن أنا شفته وجده كمان شافه. طب مين اللي إجا حبيبي؟ حكي لي. كانوا بيشبه الرجال اللي كان جده يحكي لي عنه، كانوا كتير حلوين. كمل. وكانوا كبار كتير كمان. ماما وقتا كلن اجوا سلم على جدي. وبعدين هو نقام من عالدخل، بعدين رجع تسطح وما اخدوه معن لبعي. انا خفت انها تزعلي مشان هيك ما حكيت لك شي. لا تطلعي، ما رح تشوفيهم لأن أنت ما صدقتي لجدي. تا حبيبي. لكن هيك صار، يعني باليوم يلي ضليت فيه مشان نظف البيت راحت علي القصة كلها. الله يسامحكم. أهم شي ماما ملك إنه تسامحينا بحقك. عمو مراد شوف هاي خالي مروة. رأفت شبك؟ ليش عم بتنادي لي عمو وعم بتنادي لي خالي؟ هيك؟ بدك بنادي لي خالي. مرحبا. أهلين بنتي، كيفك؟ منيحة وأنتي؟ كيفك؟ والله اتنين يلي قدامك هلكوني. يلا بشوفك بعدين. تعا رأفت خلينا نسلم على عمو إبراهيم. بكون عم يشتغل، أنا بدي ضل واقف هون. يلا تعال خلصني. شو؟ ليش مانك لابس الخاتم؟ لأنه في عنا مشكلة أكبر منه. شو؟ مراد يا ريت تغيب عن العين هالكم يوم، لأنه أبي مبارح كتير كان معصب منك. بس أنا ما دخلني، أنت اللي جبرتيني. يعني انت ما بدك تفهم بالكلمة الحلوة؟ لا تكون مفكر انه ما عندي شغلة غيرك. لك يا ابني قديش قلت لك لا تدخلها بمشاكلك والقصص تبعك. طيب ما دامك ما بتفهم بالحكي انسى الموضوع. لك عم تفهم علي؟ اوعى اشوفك مرة تانية ونسالي قصة الجواز بالمرة. بس يا سيدي انا ما عملت شيء. مراد عمر، عمر ضاع اليوم الصبح، ما لقيته بالبيت. يعني لوين ممكن يكون رايح؟ ما بعرف، يمكن على المدرسة. بيكون راح يشوف صالح ورفقاته. هو بيعرف يوصل؟ أكيد شي مرة سمع العنوان من أبي. أنا خايفة عليه. لك طولوا بالكو، شو صار لكم؟ لوين رايحي؟ بابا بترجاك. أوف أوف، وآخرتها وآخرتها. طلعوا بالسيارة. وين رايح سيدي؟ خدوني معكم. لا يا، هذا اللي ناقصني.
ماشي يا سيدي، إلا ما تعتازني شي يوم. هلا أنت عن جد عندك 827 ولا؟ طبعاً يا أبني، هاي المدرسة فيها 827 طالب وأنا مدير المدرسة هاي كلياتها. طيب عم داوو، كيف شكل الكتاب تبعه؟ ما شاء الله. الأستاذ داوود هو أستاذ ديانة بالمدرسة. أحياناً بنجتمع برا وبنتناقش، وهو اللي بيصير بيشرح لنا. واللي قصده جدك بالكتاب هو القرآن الكريم طبعاً. أما اللي ما بيخلصوا مصاري هو سنان، هو كمان عمك بيشتغل محاسب هون، بس الله يعينه شو بيتعب. يعني لأنه حسابات هيك مدرسة كبيرة ما في حدا بيعرفها غيره هو. بس اللي نحنا بنعرفه إنه المصاري اللي عم تفوت على هالمدرسة ما بتخلص. ماما عمر تعا حبيبي، تعا يا أمي. الصبح لما إجا عمر لهون رحنا على بيتكم، بس أنتي ما كنت هنيك. مرة أبي كان عم يحكي مع أمي وسمعته عم بيقول إنه بده يعرفني عليكم، وكمان بده ياني اشتغل بالمدرسة، بس ما بدي اجرحكم بكلامي. هو ما كان يسترجي بالمرة يفتح معي هيك موضوع، وبصراحة أنا كنت مرتاحة هيك. هلأ يمكن تأخرت، بس أخيراً تعرفنا، وبيرجع كل الفضل بالموضوع للسيد مراد. ست ياسمين، نحنا بحياتنا ما طلبنا من أبوك شيء، لا مصاري ولا أي شيء تاني، بس كان كل ما شاف الأولاد بيحب يعمل أي شيء. المصاري اللي بعتها آخر مرة كانت أكثر من حاجتنا بكتير، لما حسبتهم طلعوا مصاريف طالب عنا لمدة 3 سنين، على الأغلب بعتهم مشان عمر. بس نحن ما فكرنا أنه نستخدم هالمصاري أبداً، ورح نرجع لك المبلغ كلياته. العم نصرات باع البيت تبعه بس لأنه وعدنا يدفع، بس مثل ما أنك شايفة أبوكي كان مفضل علينا، مشان هيك أكيد نحن ما رح نبخل أبداً على بنته وحفيده، وإلا ما بنستاهله. لا، خلوا المصاري معكم، مثل ما قلت أنا فهمت، بس بعد وقت طويل. عن جد طلع بابا عم يشتغل بتجارة كتير بتربح. سيدي ممكن أطلب منك شغلة؟ بصراحة البيت مهرهر كتير، لهيك أنا شايف إنه هالنقلة إجتكم بوقتها. الصراحة صالح ورفقاته مو بس راحوا وسجلوا لي عمر بالمدرسة، كمان تكفلوا بأجار البيت، بس كل هالشي بكفي، واللي عملته معي بكفي. شوف قديش تعذبت منشان شوية موالح. يا ريت وقفت على هي، بس الحمد لله لما بحس حالي إني عملت شي منيح بيزيد عندي الأمل. سبحانك يا ربي كيف الله بيحط سره بأضعف خلقه. لا تخاف، اليوم رح نفضي البيت. أنا جيت مشان رجع البيت. اسمعوا، الأخ نصرت الله يرحمه كان يجي كل أسبوع مرة لعندي على الخمارة، بس كان يجي يوم الخميس. تعرفوا ليش؟ ليش؟ مشان ينصح. بالعادة بيكون في كم شخص كانوا كلياتهم يضحكوا عليه، وعدوه إنه إذا ضل عم يجي وضل عم يحكي معهم رح يبطلوا الشرب. طبعا كلياتهم كانوا عم يكذبوا عليه مشان يدفع حساب الطاولات. وهالشي كان لمصلحتك ولهيك ما عرضته، وهيك صار مديون لإلك. ما آخر فترة كتر دينه، بس الشي الغريب إنه نصرت كان عرفان قصدهم، حتى هو كان عرفان إني عم خلي الحساب اللي عليه يكبر، بس ضل عم يجي كل أسبوع وما كان يقصر بالدفع أبدا. يا سيدي فوق كل هالشي وثق بإنسان مثلي وفرغ لي البيت بدون ما ياخد ليرة، بس لما أنت إجيت وقلت لي إنه نصرت مات، قمت أنا حكيت قصة البيت للشباب، يعني اللي بالخمارة قاموا تركوا الشرب وتابوا، وأنا سكرت الخمارة كمان،
وما عاد اشتغل فيها. معناتها النصايح اللي حكاها لعم نصرت نفعت، وهالشي حتى بعد ما ودعنا ومات الله يرحمه. ماما يعني نحن ما حننتقل من هون؟ لا حبيبي، ما بدي لا البيت ولا المصاري. هدول كلهم مصاري لعم نصرت، اتصرفوا فيهن على كيفكن. يلا عن إذنكم. يلا يا شباب. يلا. على مهلك. وهي كمان خلصنا من شغلة النقلة. بس والله على فكرة إذا ضبطنا هالبيت رح يصير مثل القصر. أكيد أبوكي. نعم بابا. إيه ماشي، رح نجي بعد شوي. شافوا عم يستنونا. كنت عم فكر أنا ومروة أنه نتقاسم المصاريف، بس هنن ما رضيوا، بده يدرس بمنحة. برافو علي. شو صاير بابا؟ مروة روحي شوي يا بنتي وتمشي مع هالشاب، وأنا ببعت هاد بعد شوي. مراد، بخصوص آخر قصة، يعني قصة نصرت، برافو اشتغلت صح. شكرا سيدي. وفي شغلة، اليوم أنا قلت لك إنه ما في داعي تبعت أمك. مزبوط سيدي. بس بعدين فكرت إلا لأمك إنه تجي لعنا لنحكي بالموضوع. بس من هلأ الشروط القديمة لساتها نفسها، لهلأ ما عطيتك علامة تامة، مشان الله فهم بقى وبعد بنتي عن القصص تبعها. بأمرك سيدي. جبار معك قداحة؟ تفضل. يسلم. بكره في ضيوف جايين لعنا، بتعرفي؟ والله جد. مين؟ مين بده يجي يعني؟ ملكة بريطانيا وجوزها بدهم يطمنوا علينا، يعني عم بيقولوا معقول نروح لاسطنبول وما نزور الضابط عاصم بنته بيصير هي؟ قاموا قرروا يجوا بكره ويشرفونا. اهلا وسهلا. اجوا الشرطة. الكل يطلع من الباب الخلفي. يلا بسرعة 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 هربوا. يلا خلصونا انزلوا. يلا يلا بسرعة. بسرعة. مراد ممكن تجي معي هلا على المخفر؟ في قضية ولازم اشهد فيها. انا راجعة فورا. ماشي. لك انت غبي، انا مشان شو عم بدفع لك مصاري؟ إذا بدي أعرف إنه الشرطة إجت بعد ما يفوتوا وأنت شو فقدتك؟ لك عيونك لازم تضل مفتحة. لو ما قدرنا نطلع دينيز من الحبس، مين اللي رح يدفع مصاري للجمعية؟ أنت؟ عم يعطوا مصاري للناس؟ إيه والله شايف كيف؟ ما أحقرهم، عم يدفعوا مصاري بس مشان يلموا العالم. كتير ناس عم يسمعوا لهم بس مشان المصاري. ما علينا، أنا رايح. يلا بخاطرك. مراد نسيت تأخذ معك ورقة العنوان. خلص حفظته بلاها. يعني إذا بس مشان يسمعوا لهم عم يعطوا الناس مصاري لازم روح طبعاً.